الفولتمتر هذا سي الفولتمتر عندي كنمشي نقرا كنمشي لدوك التدريجات ديالي كنقرا عدد التدريجات اللي وصلت فيها ليكوي. الا بغيت نعبر لا طونسيون ديالي بغيت نعبر لا طونسيون الكتريك ديالي هي العلاقه ديالها لا طونسيون الكتريك سي كنشوف سي سي شنو هو سي هو لو كاليبر اللي مريقل انا هنايا لو كاليبر شحال القيمه ديالو فوا ان فوا ان سي هي عدد التدريجات اللي كاين فيها اللي فيها سيتيغ اللي فيها ليكوي ديالي فوا سور ان زيرو. شنو هي ان زيرو؟ هو عدد التدريجات الاجمالي. ان زيرو هو هذا دونك ان زيرو هي هذه دونك التدريجه يعني اكبر تدريجه اللي هي في هذه الحاله ديال هذا لوكادرون هي 100 100 دوغري داكور. دونك فوالا هكا كنحسبوا لا طونسيون داكور. ابخي كنقدروا نحسبوا لانسيرتيتود اللي كتسمى لانسيرتيتود ابسولي. شنو هي لانسيرتيتود ابسولي؟ هو كنشدوا هذاك لو كاليبر سي اللي اختارينا هنايا كنضربوه في لا كلاس. دونك كل ملتيمتر كتكون عنده اون كلاس عنده واحد الفئه معينه تيعطيها لنا الصالح واحد القيمه معينه كتسمى لا كلاس. دونك بحال المثال ديال هاد هاد الفولتميتر اللي قدامنا هنايا لا كلاس ديالو هي واحد اونس داكوغ. دونك لا كلاس ديالو هي واحد اونس. دونك باش نحسب لانسيرتيتود ابسولي هي واحد اونس فوا 10 مقسومة على 100 داكوغ. تخي بيان. دونك من بعد شنو كاين عندي نقدر نحسبو حتى لانسيرتيتود غولاتيف. لانسيرتيتود غولاتيف شنو هي؟ لانسيرتيتود غولاتيف هي دلتا او على او. هذيك لانسيرتيتود ابسولي اللي حسبت على القيمه او اللي حسبنا من قبل. كنقسم لانسيرتيتود ابسولي على لا طونسيون او. مثلا هنايا في هذا ليكزومبل هذا لقينا 2% 0.2 اللي هي 2%. لقينا لانسيرتيتود غولاتيف هي 2% داكور. اشنو كيعني ليا هادشي؟ تيعني ليا هادشي ان هذيك لا ميزور اللي درت هاد لا ميزور اللي درت انا هنايا اللي لا ميزور اللي حسبت هنايا لقيت لا طونسيون شحال لقيت فيها؟ لقيت فيها 7 فاصلة لقيت فيها 7 فاصلة لقيت فيها 7 اونس داكوغ. الوغ لا فالور ريال ديالي حيت حسبنا لانسيرتيتود ابسولي لا فالور ريال الحقيقية القيمة الحقيقية شحال هي؟ هي غادي تكون محصورة دونك U غتكون محصورة ما بين 7.5 ناقص 0.15 داكوغ. ما بين 7 اونس ناقص 0.15 وما بين 7 اونس بلوس 0.15. دونك هذا هي المعنى ديال لانسيرتيتود ابسولي يعني ديك نسبة الارتياب ولا داك نسبة الخطأ. يعني فاش كتكون درتي نتا لا ميزور بهاد لاباراي نسبة الخطأ ديالك كتمشي ما بين يعني ما بين القيمة اللي لقيتي زائد ولا ناقص لانسيرتيتود ابسولي. دونك فوالا بغينا نديرو هنايا بغينا دونك نشوفو هاد لابليكاسيون هادي. On considère le circuit C contre qu'il y a déterminé le sens du courant électrique dans le circuit. Quand la fois on a le sens du courant électrique, voilà le sens, ce qu'on appelle le sens conventionnel, où on a le courant électrique, enfin, où diamond, il y a diamond, la borne plus vers la borne moins. Donc, c'est le sens du courant. Il y a le cas, etc. D'accord. Donc, ce altani, il est représenté la tension UPN, UAB, UBC, UBA. D'accord. Donc, on va présenter les tensions. 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 Donc, UP, je n'oublie pas, UPN, UPN, dit le générateur. Donc, il pardon, غادي نحاول. دونك فوالا UPN هي هادي UPN داكوغ. قال ليا UAB UAB دونك UAB هي لا طونسيون اللي غادي بحال هكا. هادي هي UAB UAB داكوغ. لا طونسيون UAD دونك لا طونسيون UAD ou la tension UBC, donc la tension UBC.
c'est les générateurs. Fais attention, qu'est-ce qu'on l'axe dit le sens du courant. Le générateur, qu'est-ce qu'on est la tension le sens dit le courant. Les récepteurs, maintenant D1, D2, avec la lampe. Fais attention, qu'est-ce qu'on l'axe dit le courant électrique. Au galien dire ça UB. UBA, donc UBA, je n'ai pas UBA, il y a l'axe de UA, il y a l'axe de UA, c'est UBA. Donc voilà, les tensions d'IL. Comment doit-on brancher un voltmètre sur le circuit pour mesurer UBC? Donc, pour mesurer la tension UBC, le voltmètre qu'on dirait en dérive ou là. En parallèle, donc le voltmètre a donné un peu de seconde toise. Il y a le courant que je suis là, il y a un petit nœud, il y a un petit nœud en parallèle. Donc le voltmètre a carcassé le branché, le circuit d'IL. Donc voilà, l'exercice d'IL là, il y a la partie de Tania. La figure 50 représente le port du voltmètre branché pour mesurer UBC. Donc, le port est le mina lendi. Donc, le mina lendi. C'est quoi? C'est le voltmètre à aiguille. Donc, il y a la partie hadi. La partie hadi ou la mina lendi. Il faut que la tension UBC. Attendez des questions. Galia, calculer la tension UBC mesurée. D'accord, très bien. Pour une espèce UBC, je ne sais pas si il y a UBC. C'est le calibre fois le nombre d'IL de petites. D'accord, sur les petites dirigeants, il y a la petite dirigeant ou la petite dirigeant d'Ilmina. La valeur la plus grande d'IL. Donc voilà, donc par application il est direct, on va chauffer عدد التدريجات اللي عندي هنايا فين شحال عندي كنقرانا في هذا الميناء في هذا لوبور كنقرا 70 72 74 76. دونك عدد التدريجات هو 76, عدد تدريجات الميناء هو 100. لو كاليبر غادي نمشي نقلب على لو كاليبر, فعطاني لو كاليبر هنايا هو 10 فولت. Donc 10 volts. Et je calcule donc à dire à des certaines c'est 10 à 10 machine à 10 naya, certaines c'est 7,6 volts. Donc à dire le prix médial UBC. D'accord, merci bien UB. Une deuxième question, les tabliers fait. Nous avons l'incertitude absolue. Donc l'incertitude, donc la question 5, l'incertitude absolue delta U. فهي كتساوي ليا لو كاليبر فوا لا كلاس. داكوغ, دونك لو كاليبر فوا لا كلاس كلاس بحال هكا فوا لا كلاس داكوغ سور 100. اي دونك دلتا يو شحال تتساوي ليا اكزاكتومون لو كاليبر شحال هو سي كتساوي ليا 10 فوا لا كلاس سي 2 سور 100. دونك جو تخوف شحال دونك غادي تمشي ليه هي جوج على 10 جوج على 10 سي 1 على 5 فولت. اي جو لا كالكول تقدروا نتوما تحسبوها بلا كالكولاتريس. داكوغ, هي كتساوي ليا 0.2 فولت. دونك دلتا يو شحال كتساوي ليا سي كتساوي ليا 0.2 فولت. هادي سي لانسيرتيتود absolu. D'accord, d'abord je vais vous la précision de la mesure, déterminer la précision de la mesure. Il y a de la mesure à chiller les abords d'abord exactement chal, il y a la mesure de l'échelle but. D'accord, on a fait donc la précision de la mesure. Enfin, la précision de la mesure chal radit sa, donc chal qu'il y a naïl qu'il a fait UBC qu'il a fait as bah face là. D'accord, donc la mesure d'IELI, exactement, je n'aurais dit ça, oui, c'est ce bien facile la star. Naqis, c'est bien facile la juge. Ou m'soura, bien, c'est bien facile la star, zaïd, c'est bien facile la juge. D'accord, c'est bien facile la juge. C'est-à-dire, la mesure d'IELI, c'est bien U,
la mesure ديالي UBC شحال سي 7 محصورة ما بين 7.4 et ما بين 7.8 فولت. داكوغ دونك هادي هي لا مزيور ديالي. كما كذلك نقدروا نحسبوا حتى سيتادير لانسيرتيتود غولاتيف. لانسيرتيتود غولاتيف اللي كتساوي ليا اللي هي التعبير ديالها هو دلتا يو على يو. دونك لقينا 0.2 سور يو اللي حسبنا سي 7.6 وهكا غادي نكون لقيت لا بريسيزيون ديالي اكزاكتومون كتلقاو 0.026 اللي هي تقريبا 2.6%. داكوغ دابا ندوزو لا ميزور ديال لا طونسيون. شفنا ان كاين لو فولت متر داكوغ وكاين عندي حتى لوسيلوسكوب نقدرو نحسبو به لا طونسيون. اون بو ميزوري لا طونسيون بهاد لوسيلوسكوب. حتى لوسيلوسكوب سي ان اباريياج دو ميزور. دونك غادي نخليكم مع هاد لا فيديو اللي كتشرح شويه لوسيلوسكوب. غادي نشوفو مناش كيتكون من يعني من سواء من ليكرون ديالو ولا لا سونسيبيليتي فيرتيكال لا سونسيبيليتي هوريزونتال ايتترا. دونك خليكم مع هاد لا فيديو ابري اون كونتينيو. دونك فوالا هذا هو لوسيلوسكوب. دونك هاد لوسيلوسكوب باش كيصلح ليا سي بور ميزوري لا طونسيون الكتريك. دونك تيعطيني لا ميزور ديال لا طونسيون الكتريك وماشي غير لا ميزور كيعطيني ميم حتى لافيشاج ديال هذيك لا طونسيون الكتريك. داكوغ هاد لوسيلوسكوب هذا فيه بيان سور فيه سكون نابيل لونتخي ديالو. داكوغ دونك هنايا فين كنديرو لونتخي ديالنا ولا فين كنديرو الحاجة اللي بغينا نشوفوها اللي بغينا نشوفو لافيشاج ديالها. دونك أي حاجة بغيتي تشوف لافيشاج ديالها فكنركبو هاد لامبوت هادي الشانيل وان. ممكن نشوفو جوج ديال لي طونسيون نركبو اون طونسيون تانية هنايا. داكوغ دونك نشوفو هاد لوسيلوسكوب مناش كيتكون. دونك هاد لوسيلوسكوب مناش كيتكون كيتكون من سكون نابيل هاد لابارتي هادو سوسون بحال لي كاليبر اللي شفنا في لوسيلوسكوب اكادون لايكوي. هادو بحال لي كاليبر غراس لهاد هادي عندي هنايا سي لو فولت بار ديفيزيون مثلا ديال هاد لاشين هادي ولا ديال هادشي اللي كيبان ليا في الشاشة في هاد ليكرون ديال لوسيلوسكوب. دونك باش نشوف باش نقدر نشوف مثلا باش نقدر نشوف مزيان هذيك لا طونسيون ممكن انني نكبر هذيك لا طونسيون في الشاشه اولا نصغرها. وحنا غادي نشوفوا ان اكزومبل دو سيمولاسيون في ان اوسيلوسكوب. سكون نابيل دونك هادي كنسميوها سي لا سونسيبيليتي هادي سي لو فولت بار ديفيزيون. يعني شنو كتعلق ليا هاد لا بارتي هادي اللي دورت عليها هنايا سي كنريكل انا شحال بغيت كل ديفيزيون شحال يكون فيها من فولت. كنقصد ديفيزيون كنقصد بهم هما هاد المربعات سيدي من هنا لهنا سي اون ديفيزيون هادو دو ديفيزيون 3 ديفيزيون 4 ديفيزيون. داكوغ دونك هنايا بغيت كل مربع شحال يكون كيعطي ليا من فولت. سي بحال ليشيل بحال كنريكل ليشيل في هاد لوسيلوسكوب. داكوغ دونك هادي كنسميوها لا سونسيبيليتي هوريزونتال. سي لا سونسيبيليتي هوريزونتال. حنا من بعد غادي نشوفو لي كالكول كيفاش كنديرو بهاد لا سونسيبيليتي. ابخي كاين هنايا كاين عندي عاوتاني هاد لي ديفيزيون اللي غاديين بحال هكا. داكوغ دونك هاد لي ديفيزيون ولا هاد لابارتي هاد لاكس هذا شنو كيعطيني سي هذا لاكس ديال لو طون ديال الزمان وهذا هنايا سي لاكس ديال لا طونسيون اللي تيعطيني معلومات على لا طونسيون. داكوغ دونك باش غادي نعرف دونك باش غادي نعرف لا طونسيون باش نقدر نحسب لا طونسيون سي كنستعملو بلا سكون ابيل لا سونسيبيليتي هوريزونتال. مي باش نعرفو لو طون كنستعملو سكون نابيل لا سونسيبيليتي فيرتيكال اللي كيتحكم ليا فيها هاد لو بوطون هذا. دونك هاد لو بوطون شنو تيقول ليا تيقول ليا كو ا شاك ديفيزيون. دونك غادي ندير هنايا دونك فوالا لو بوطون هنايا شنو تيقول ليا تيقول ليا شاك ديفيزيون من هادو ما بين ديفيزيون ديفيزيون انا غادي نتحكم شحال تكون عندي من ميلي سكوند واش نختار 60 ملي سكوند واش 20 ملي سكوند واش 10 ملي سكوند ايتترا. داكوغ دونك فوالا دابا بوغ لير هاد لا طونسيون بوغ لير لا طونسيون فواحد لوسيلوسكوب شنو كنديرو باش نقراو لا طونسيون فواحد لوسيلوسكوب سورتو انه كيعطيني في يعني في الرسم في فوالا في
في لي زيكزيرسيس فهو كيعطيني دي تونسيون كيعطيني غير الشاشة بحال هكا داكور. دونك تيعطيني ليكخون ديال لوسيلوسكوب وانا خصني نمشي نعرف هاد المعلومات ديال لا ديفيزيون ديال لا سونسيبيليتي اتسيتيرا لا سونسيبيليتي هوريزونتال لا سونسيبيليتي فيرتيكال فانا كنلقاهم في لو تيكست في التمرين داكور. دونك كيفاش كندير نقرا لا تونسيون ديالي؟ غادي نمشي نعرف بيان سور هو كيكون عاطيني كيكون عاطيني قلنا هاد لا بارتي هادي كيكون عاطيني هاد الرسم واللي تيكون عاطيني الشاشة. انا تيخصني نرد البال لهاد لاكس اللي قلنا هو لاكس دو طون ونرد البال لهاد لو دوزيام اكس اللي هو لاكس دو طونسيون داكور. دونك في هاد لي دو اكس بغيت نمشي نقرا لا طونسيون شحال القيمة ديالها مثلا شحال القيمة ديال لا طونسيون ديالي لا طونسيون في واحد البوان ولا لا طونسيون ماكسيمال. دونك غادي نمشي باغ اكزومبل لهاد نمشي هنايا نقرا هنايا شحال عندي هنايا شحال عندي هنايا عندي واحد جوج دونك جوج ديال لي ديفيزيون دونك عندي جوج ديال لي ديفيزيون دونك جو برون دو جو لا ملتيبلي باغ لو باغ باغ اكزومبل في هذا هنايا فهو عاطيني لا ديفيزيون هنايا عاطيني 20 داكوغ. دونك غادي نضربها في 20 حيت كل ديفيزيون كتعطيني 20 فولت وانا عندي شحال عندي جوج ديال لي ديفيزيون دونك سي 20 فوا 2. فانا هنايا في هاد ليكزومبل هذا كنشوف مثلا كنشوف واحد لا طونسيون داكوغ في ان اوسيل دونك تنشوفو لا ديفيزيون هنايا في ليكرون ديال ان اوسيلوسكوب عندي هاد لو سينيال انا نقدر نختار لو سينيال واش بغيتو يبان ليا سينيسويدال داكوغ دونك هما على لاس دونك فوالا و تاع تعطيني لا طونسيون تبقى تجيني سينيسويدال يعني على شكل ديال فونكسيون سينوس داكوغ هاد لا فونكسيون سينيسويدال. او لا ممكن نشوفها يعني على شكل مربعات يعني شكل ان سينيال كاري دونك كيما كان عندي من قبل او لا ان سينيال اللي هو تريونغولير يعني سينيال على شكل مثلث اللي غادي ندير دابا دونك غادي يعطيني ابخي غادي يبداو يبان لي هنايا لو سينيال انه غادي على شكل ديال مثلث داكور. اوسي كاين هاد لو سينيال هذا داكور يعني كيتسمى لي دون دو سي بحال السنان ديال المنشار لي دون دو سي ولا سارتوث داكور. دونك لي دون دو سي غادي يعطيني بحال هكا لو سينيال دونك عندي هاد ربعه ديال لي سينيو نقدر نشوفهم بحال هاد الشكل هذا داكور. انا نرجعو لو سينيال سينيسويدال باش نشوفو هنايا عندي نتحكم في بعض الحويجات دونك هاد الديسبلاي اللي كتبان لكم دونك عندي تمايا الاكس وعندي الايكغيك داكوغ. دونك اكس و ايكغيك هادو هما لي سونسيبيليتي هوريزونتال لا سونسيبيليتي فيرتيكال. دونك ممكن نتحكم انا في لو اكس قلنا لو اكس هو ديال لو طون ممكن انني نكبر هاديك يعني نكبر هادوك لي ديفيزيون يوليو كي نكبرهم كل ديفيزيون تحسب ليا مثلا دو اولا ممكن نسخرها اولا ممكن نسخرها بزاف بحال هكا داكوغ. صغر لا لاطون استاجير لا سونسيبيليتي فيرتيكال دونك فوالا لا سونسيبيليتي ديالي دونك انا تكمت في لا سونسيبيليتي هوريزونتال فيرتيكال باردون. ممكن كذلك بالايغريك يعني بالايغريك نتحكم في لا سونسيبيليتي فيرتيكال مثلا كل ما فوالا كل ما سخرتها كل ما كيبان ليا صحيح قلنا بحال الشكل ديال لو كالي بغيت نشوف لا طونسيون مزيان خصني نزيد نسخر ممكن انني نقصها الا بغيت نقصها مثلا دونك فوالا وكنتحكم في لا طونسيون قداش ما نكبر هذيك لا سونسيبيليتي اوريزونتال قداش ما هذاك يعني هذاك لومبليتود كتسمى هذاك لومبليتود هذاك الوسع كيتغير ليا داكور. دونك ها هي لومبليتود هي هذه المعنى ديالها هي هادي داك الوسع واش بغيت نكبرو لومبليتود دابا انا كبرتها ولكن ما قصتش يعني ما قصتش يعني بحال لا اوغمونتيت بحال لا زدت في لا طونسيون في القيمه ديالها ولكن راني ما قصتش لا سونسيبيليتي اوريزونتال داكور. وممكن انني نصغرها كذلك ممكن نصغرها مثلا نصغر لومبليتود الى بغيت يا اوكان بروبليم. دونك من بعد ما فهمنا دابا لوسيلوسكوب يعني من اش كيتكون غنشوفو كيفاش من هذيك ليكرون ديال لوسيلوسكوب كيفاش كنديرو نجبدو لي ميزيو.
فدونك لي ميزور اللي كنديرو بالاوسيلوسكوب ولا كيفاش منطلقا من الشاشه كنقدروا نعرفوا لي ميزور، يعني كيفاش نقدروا نحسبوهم. دونك شفنا ان كاين اوليو ديال اننا نهضروا هنايا على لو كاليبر كنهضروا على لا سونسيبيليتي هوريزونتال لا سونسيبيليتي فيرتيكال. داكوغ، دابا غادي نهضروا على واحد لا نوسيون مهمه اللي هي كنسميوها لا بيريود. شنو هي لا بيريود؟ دونك لا بيريود هي فاش كيكون هذاك الشكل ديالي، مثلا هاد لا طونسيون اللي مرسومه عندنا في الشكل، فغادي نلاحظوا انها سينيسويدال، داكوغ، مرسومه على شكل ديال فونكسيون سينوس. دونك لا بارتي من هنا حتى لهنا، دونك جو شونج دو كولور، هاد لا بارتي هادي من هنا حتى لهنا، غادي نلاحظوا فيها ان لا طونسيون ديالي طلعت هبطات. دونك بدينا من الزيرو، طلعنا هبطنا رجعنا للزيرو وغادي نطلعو. دونك هادي سيت اون بيريود، سي لا بروميير بيريود. لا دوزيام بيريود عاوتاني غادي نطلع ونهبط ونعاود نكرر نفس الحركة. دونك حتى هادي سيت اون بيريود، هادي حتى هي سيت اون، هي نفس لا بيريود تي. دونك هادي لا بيريود كنرمزو ليها تي، دونك هادي لا بيريود تي، هادي لا بيريود تي. وهنايا اللي بقى ليا هنايا ما كاملاش عندي لا بيريود، غير واحد شي شويه من لا بيريود، دونك لا مواتيه. هنا الا لاحظنا هاد لا بارتي من هنا، يلاه النص ديال هاد لا بيريود هادي. دونك هادي هنايا واحد على جوج فوا تي، نقدروا نقولوا هذا هو النصف ديال لا بيريود. شنو هي لا بيريود؟ لا بيريود التعريف ديالها هي المده الزمنيه باش هذيك باش هذاك لا فورم تكرر ليا. دونك المده الزمنيه باش ديك لا فورم تكرر ليا. كنلاحظوا ان دابا ديك لا بيريود اللي درنا بالخضر، الا هزيناها ودرنا لها ازاحه غادي تجي هي نفسها اللي بالليموني. داكوغ، دونك هي واحد المده زمنيه اللي كتكرر فيها نفس الحركه ولا نفس الشكل ديال لا طونسيون، نفس الشكل ديال لا طونسيون. داكوغ، مزيان. دابا رانا عرفنا لا بيريود، بغينا نعرفوا شحال هي القيمه ديال هاد لا بيريود هادي. دونك بور كالكولي القيمه ديال هاد لا بيريود هادي، غادي نمشي نحسب هنايا شحال عندي من التدريجه. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. دونك ندير لو نومبر دو ديفيزيون كيساوي ليا شحال، تيساوي ليا أربعة. هو هذاك لو نومبر دو ديفيزيون هو اللي رمزنا ليه هنايا بإكس. دونك تي شحال كتساوي؟ كتساوي ليا سي أربعة فوا بي. شنو هي بي؟ بي سي هي كيكون عطا ليا مثلا في ليكزارسيس، ولا هي اللي كنشوف في الشاشة، هي ديك الحساسية، ديك لا سونسيبيليتي فيرتيكال. داكوغ، دونك سي لا سونسيبيليتي فيرتيكال. دونك بالنسبة ليا هنايا لا سونسيبيليتي شحال قال ليا؟ قال ليا وديرها كل ديفيزيون، كل تدريجة راه القيمة ديالها 10 ملي سكوند. دونك 4 مضروبة في 10 ملي سكوند، هذا هو القيمة ديال تدير لا بيريود. داكوغ، حيت قلنا هي مدة زمنية. دونك سي اون في لي كالكول، غادي نلقاو هنايا ان تي كتساوي ليا 0.04 سكوند. داكوغ، وكاين واحد المقدار تاني، واحد المقدار تاني مهم اللي هو كنسميوه لا فريكونس. داكوغ، دونك شنو هي لا فريكونس؟ لا فريكونس هو المقلوب ديال لا بيريود. دونك شفنا لا بيريود شنو هي؟ لا فريكونس اف. دونك لا فريكونس اف، لا فريكونس اف شنو كتساوي ليا؟ سي هو واحد على تي. كنمشي حيت كنحسب ديك تي ديالي لا بيريود، خصني نمشي نقسم ندير المقلوب ديالها. دونك لا فريكونس في هذا التمرين ديالنا شحال كتساوي؟ سي واحد على 0.004 اللي هي 25 هرتز. القيمه ولا الوحده ديال لا فريكونس هي الهرتز، الوحده ديال لا بيريود هي السكوند. داكوغ، تخي بيان. دابا من بعد ما شفنا هذاك ليكزيرسيس نعاودو نرجعو سميتو لوسيلوسكوب، نعاودو نشرحوه شي شويه مزيان. داكوغ، دونك لوسيلوسكوب عندو اون ايكرون، عندو هنايا سكون نابيل لا سونسيبيليتي اوريزونتال. داكوغ، هي اللي كتعطيني كل القيمه ديال التدريجات الافقيه، القيمه ديال التدريجات الافقيه. وعندي لا سونسيبيليتي فيرتيكال، دونك هي اللي كتعطيني يعني القيمه ديال كل تدريجه افقيا. داكوغ، يعني ديال لي زيكس، كل تدريجه في اكس شحال القيمه ديالها. دونك هذا هو لوسيلوسكوب، والدور ديالو شنو هو؟ سي دو، الدور ديالو هو فيزواليزي لا طونسيون، يعني نشوفها في هاد الشاشه، هذا هو الدور ديالو، نشوفها ونقدر حتى نميزوريها ابري. دابا مزيان، شفنا كيفاش غادي نديرو نحسبو لا بيريود. دابا غادي نشوفو كيفاش كنحسبو لا
يعني لا تنسيون ماكسيمال داكور دونك لا تنسيون ماكسيمال شنو هي لا تنسيون ماكسيمال سي هي لا فالور اللي ما بين اللي هي مرسومه عندي هنايا بالصفر دونك سي لا فالور ماكسيمال هي لا فالور ما بين محور الافاصيل اي لو بوان ماكسيمال ولا كيتسمى في لي فونكسيون كيتسمى لو ماكسيموم داكور دونك ما بين اعلى نقطه مع المحور او اكس هذيك هي اللي كنسميوها يو ماكس داكور ولا بغينا نحسبوا هاد او ماكس شنو كنديروا خصني نعرف انا شحال من تدريجه عندي واحد جوج ثلاثه دونك هي عندي ثلاثه تدريجات غادي نضربها نشوف على حساب انا الميزور ديالي فاش شديت هذاك لوسيلوسكوب فاش مشيت ريجلت هذيك لا سونسيبيليتي فيرتيكال على شحال ريجلتها داكور دونك مثلا ريجلتها على كل ان كل ديفيزيون مثلا فيها 3 فولت ولا فيها 4 فولت غادي نشد هذيك ثلاثه التدريجات ونضربها في عدد الفولتات ولا في اس في في لا سونسيبيليتي فيرتيكال في ليكزومبل اللي عطانا حنا هنايا عطاونا هنايا هما اختاروا ان اس في كتساوي جوج ديال الفولت في كل تدريجه دونك شحال عندي هنا عندي ثلاثة التدريجات غادي نضربها في جوج فولت باش نحسب شنو غادي نحسب اي ماكس داكوغ دونك ثلاثة في جوج هي ستة فولت دونك ستة فولت شنو هي ستة فولت هي لا فالور ماكسيمال ديال لا تونسيون ديالي داكوغ هي لا فالور ماكسيمال ديال لا تونسيون تخي بيان دونك عرفنا شنو هي لا فالور ماكسيمال غادي نشوفو دابا واحد المفهوم ديال لا فالور سكون ابل لا فالور افيكاس داكوغ دونك لا فالور افيكاس شنو هي ولا اي افيكاس سي بحال هي بحال القيمه المتوسطه تقريبا سي كنقولوا بحال القيمه المتوسطه تقريبا هي ماشي القيمه المتوسطه القيمه المتوسطه راه عندها سميتو ديالها عندها تعبير ديالها ولكن هذه سي بريسك بحال القيمه المتوسطه داكوغ دونك اي افيكاس فهي كتساوي ليا U max ديك لا فالور ماكسيمال اللي حسبنا تنقسموها على غاسين 2 داكوغ هادي كتسمى سي لا فالور إيفيكاس داكوغ دونك بحال لي فولت لي ملتيمتر مثلا شنو كيعبروا ليا لي ملتيمتر في فاش كيكون عندي يعني فاش كتكون عندي طونسيون فاريابل ولا طونسيون الترناتيف شنو كيعبروا ليا سي كيعبروا ليا لا فالور إيفيكاس ما كيعبروا لياش لا فالور ماكسيمال داكوغ ماشي بحال هاد لوسيلوسكوب لوسيلوسكوب كيعبر ليا هو كنقدروا نعرفوا لا فالور ماكسيمال ومن لا فالور ماكسيمال نقدروا نجبدوا لا فالور ايفيكاس داكور يعني يكون الكور مفهوم دونك غادي نحاولوا نديروا واحد دوز ابليكاسيون في الالتيرناتيف في لا تونسيون الالتيرناتيف دونك اول حاجه حاولوا تشوفوا الكور مزيان وقف هاد لا فيديو في هاد البلاصه هنايا سير دير ليكزيرسيس عاد اجي تشوف لا كوريكسيون داكور دونك فوالا في ليكزيرسيس شنو عطاني عطاني هنايا ان لو بالاياج قال لي بوزيسيوني سور لا فالور 0.5 ملي سكوند بار ديفيزيون يعني كل ديفيزيون راه فيها 0.5 ملي سكوند دونك لو بالاياج شنو قصدنا به هنايا في هاد ليكزيرسيس قصدنا به دونك هاد لا سونسيبيليتي اوريزونتال فيرتيكال الا بغينا اوريزونتال الا بغينا نقولو داكوغ دونك سي لو بالا يعني كل ديفيزيون شحال فيها راه فيها 0.5 ملي سكوند et la sensibilité verticale يعني في la sensibilité verticale بحال هذا المحور هذا ولا ليشيل ديالو عندي 2 فولت بار دي ديفيزيون كل تدريجه كتعطيني 2 فولت قال لي اول حاجه ديتيرميني لا بيريود et la valeur maximale de la tension c dessus d'accord بغينا اول حاجه نحددوا لا بيريود قلنا لا بيريود شنو هي لا بيريود سي هي منين كتبدا منين بدات ليا هاد لا تونسيون شفت الحركه ديالها حتى كتبغي تعاودها يعني حتى نوصل لهنايا الى لاحظنا ان هاد لا بارتي هادي هنايا راه هي اللي معاوده ليا في الجهه الاخرى دونك لا بيريود ديالي شحال هي هي من هنا حتى لهنا دونك بور كالكولي لا بيريود بور كالكولي تي شنو خصنا نعرفو شحال عندي من ديفيزيون عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة دونك عندي خمسة ديال لي ديفيزيون فاش غادي نضربها في القيمة ديال كل ديفيزيون كل ديفيزيون شحال كتعطيني سي 0.5 ملي سكوند داكوغ دونك خمسة في 0.5 هي 2.5 ملي سكوند هذا هو لا بيريود تي داكوغ دونك طلب مني لا دوزيام دي شوز انني نمشي نحسب لا تونسيون ماكسيمال قلنا لا ديفينيسيون ديال لا تونسيون ماكسيمال شنو هي لا تونسيون ماكسيمال هي لا فالور ما بين
هذا البوان ماكسيمال اي محور الافاصيل المحور ديال لو طون داكور دونك هذه هي نحسب لا طونسيون ماكسيمال دونك يو ماكس شحال كتساوي ليا نحسبوا شحال من ديفيزيون عندي واحد جوج ثلاثة دونك عندنا ثلاثة ديال لي ديفيزيون فوا شحال هي لا سونسيبيليتي فيرتيكال اللي عندي عندي 2.2 فولت باغ ديفيزيون كل تدريجة عندها 2 فولت إذن U ماكسيما شحال هي 6 فولت دونك U ماكس سي 6 فولت داكوغ دونك U ماكس لقيناها هي 6 فولت و تي لقيناها هي 2.5 ملي سكون دونك من بعد شنو طلب ليا قال ليا كيلي لا فريكونس دو سيت تونسيون لا فريكونس شنو هي لا فريكونس لا فريكونس اف سي قلنا هي 1 سور تي اللي هي 1 على 2.5 داكوغ دونك 1 على 2.5 هي 0.4 والوحدة ديال لا فريكونس قلنا سي لو هرتز هي 0.4 هرتز دونك اف كتساوي ليا 0.4 هرتز D'accord. Donc après, c'est ce qu'il y a la tension ou la valeur efficace de la tension. On a U efficace, nous qu'est-ce que ça veut dire? C'est U max sur racine 2. Et je calcule, donc U efficace, il y a ça, la racine 2. Les radis s'atteignent bien sûr. Que s'atteignent 4 face à la 4 au chéri. D'accord, donc il y a 4 face à la 24 فولت 24 فولت تري بيان دونك هكا غادي نكون سالينا لابليكاسيون الاولى وندوزو لابليكاسيون 2 دونك لابليكاسيون الثانيه دونك فعطاني هنايا قدامي واحد الشاشه ديال واحد جي بي اف و ماشي جي بي اف باردون ديال واحد لوسيلوسكوب وقال لي ديتيرمين لا بيريود اي لا فالور ماكسيمال دو لا تونسيون سي دي سو داكور تري بيان قلنا اول حاجه لا بيريود شنو هي لا بيريود غادي نبدا من هنا حتى كنبغي نعاود الحركه دونك لا بيريود ديالي هي هذه المسافه من هنا حتى لهنا دونك تي شحال كتساوي غادي نحسب لو نومبر دو ديفيزيون عندي 1 2 3 4 5 6 دونك عندي 6 ديال لي ديفيزيون شحال دابا لا لو بالاياج ولا شحال الا بغينا نقولوا لو كاليبر اللي خدينا دونك ما عطاوه لياش في لو تيكست ولكن غادي نمشي نشوف الصوره دونك هذا هو اللي عنده علاقه بالميلي سكوند دونك شحال اللي فيكسي سور كوا اللي فيكسي سور 0.2 داكور دونك سي هي كتعطيني 1.2 ملي سكوند دونك تي كتساوي ليا 1.2 ملي سكوند Et la valeur maximale de la tension, la valeur maximale de la tension, bien sûr, il y a la partie de l'alpha c, donc la valeur maximale de la tension, U max, la sensibilité verticale, elle est sélectionnée, elle est menée sur 5, donc fois 5, il y a 10, donc c'est 10 volts. D'accord, donc à chaque fois, le vote est le plus maximal. Et quelle est la fréquence de cette tension? Après, je vais facilement faire la fréquence. Il y a 1 sur T. Et il y a 1 et la 1 face à la marche. D'accord, donc 1 face à la 1 et la 1 face à la marche. On fait le calcul de ce bas. Donc 1 et la 1 face à la 1 face à la marche. Pardon, donc ça face à la 3 ou 8. Donc égal. 0.388 بغينا لا فالور افيكاس يو افيكاس كنا دائما شحال كتساوي يو افيكاس سي يو ماكسيمال اللي هي 10 على غاسين 2 سي اون لا في فيت في دونك سي قلنا 10 سور غاسين 2 دونك شحال كتعطيني 7.07 دونك كتعطيني لا تونسيون افيكاس هي 7.07 فولت وهكا كنكون ساليت لابليكاسيون نيميرو 2 نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس مزيان غادي نخلي لكم يعني لا سيري في صندوق الوصف لتحت غادي تلقاو لا سيري اللي غادي تخدموا دونك اون سيري فيها بلوزيور اكزيرسيس على لا طونسيون الكتريك ونتمنى نتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.